مساء الخير يا كابتن حازم. ازاي حضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله، الله يخليك. الله يخليك، تحياتي ليك ولكابتن اسماعيل. ازيك؟ الله يخليك كابتن حسام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، الله يخليك. التوفيق يا رب ان شاء الله. الله يخليك، الله يخليك. بالتوفيق يا كابتن حسام. ويمكن كان المفروض لقاءين، يوم 11 ويوم 16 او 14 اعتقد، وتوصلتوا الى مباراه واحده يا كابتن فعلا، ولا هتكمل مباراتين ان شاء الله؟ لا والله لسه يا كابتن حسام، طبعا هو في بعض الامور طبعا معاكسه كده شويه، يمكن لما جينا امبارح كان بسبب الاقامه وكده كل الامور بتتلك، وكان في طبعا المندوب بتاع اتحاد الكوره قاعد معايا النهارده و كلمت معاه بعض النقاط، طبعا في صعوبات في حاجات كده، ف اتفقنا على ان يبقى في مباراه يوم 12، فكان لسه في عرض على اتحاد الكره عندهم، ونشوف الظروف ايه المحيطه بالمباراتين والمباراه اللي احنا مقترحينها ديت لاسباب كتيره. لكن طبعا اقتراح مباراه بعيد خالص عن، احب اوصل الرساله دي عن اي حاجه خاصه بالدوري العام، او لان طبعا كان في بيقولوا عشان بعض المدربين. أيوه. انا فوجئت بعض المدربين بيتكلموا بيطلبوا اللعيبه بتاعتهم وكده، ده طبعا أيوه. يعني شيء لا منطقي طبعا ولا في وعي. طب معلش يا كابتن حسام، توضيح يعني توضيح. انا في نفس الوقت لا بعيد بس اكمل يا كابتن حازم، في نفس الوقت انا عاوز اوجه رساله ان انا في الفتره اللي فاتت تعاونت مع مدربين كتير جدا، يمكن خلال المعسكرات في بعض المدربين بتطلب اللعيبه بتاعتها تحضيرا للمباريات، مش كان في وقت المباريات حتى. يعني كان مره واحده بس كان في وقت مباراه كاس مصر، وطلعت بعض اللعيبه وتعاونت مع بعض المدربين. لكن لما يبقى في مدربين بتتكلم وتقول لك احنا عاوزين اللعيبه بتاعتها ترجع، فده شيء بعيد عن المنطقيه، لان لو كانت اللعيبه دي موجوده مع منتخب مصر كانت هتلعب يوم 14، ومش هتقدر تطلبهم الا لما يبقوا موجودين معاك يوم 15. وبالفعل احنا لو كنا هنلعب مباراتين كنا هنبقى موجودين في مصر الفجر 15، فكل اللعيبه هتبقى معديتها يوم 15، فكان هيبقى نفس الحال لو اي لعيب من دول موجود مع منتخب مصر الاول. طب ما ليه يا كابتن العوده لماتش واحد يا فندم؟ ليه حضرتك يعني ماتش واحد، ما دام انا كنت فاكر فعلا ان هو موضوع المدربين ان هم ضغط في لا 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 انا مش مدربين، مش خالص المدربين خالص ولا ضغط علينا، لا انا بالعكس انا بقول اي مدرب طلب يعني الكلام دوت لا عنده وعي ولا عنده منطقيه. لان انا بقول لو اللعيب بتاعه موجود مع منتخب مصر هيبقى موجود معاه في التمرين يوم 15، تمام، كان نفس الحاله. في نفس الوقت انا تعاونت مع الناس كلها قبل كده، فانا شايف ان مفيش تعاون معايا، فبالتالي يعني البرنامج بتاعي هعمله بعيد عن اي حد، وبالعكس هم بيضطروني بعد كده ما بقاش في تعاون معاهم، لان انا الحاله الوحيده اللي بعذرها هي حاله كوبر، لان كوبر عنده طبعا اصابات، وفي نفس الوقت محمد صلاح كان موقف محمد صلاح، لان انا اتاخد مني رمضان صبحي، واتاخد مني كهربا، واتاخد مني مصطفى فتحي وكهربا، وفي مصطفى فتحي وفي رامي ربيعه وفي صالح جمعه. لكن المحترفين طبعا كان بعيد عن حساباتي، انا بتكلم على الثلاثه، هو لسه مش عارف ممكن صلاح يلعب ولا لا، فهو له عذره. هو دخل على المباراه الرسميه يوم 14، ما عندوش مباراه يوم 16 ولا مباراه يوم 17. طب هو كابتن حسام، طب هو ليه حضرتك مش تلعب ماتشين، مع ان الاحسن انك تلعب ماتشين يعني وتستفيد؟ انا بقول يا كابتن حازم، لا ما احسن العب ماتشين، في ظروف خاصه هنا كتيره يعني في حاجه يعني مشكله حصلت في ظروف وفي الاقامه والتعاقب، في ظروف خاصه هنا حاجات كتيره كده، فطبعا انا مش موافق على حاجات معينه. الاقامه مش كويسه يعني يا كابتن؟ لا الإقامة بقت كويسة، ما كانتش كويسة يعني، هي ما كانتش كويسة الإقامة، لكن الحمد لله نجحنا معاهم بالضغط امبارح، لأن أنا كنت مصر إن أنا آخد البعثة وأرجع تاني، فهم يعني عدلوا الفندق وجابونا في فندق كويس، لكن في ظروف كتيرة خاصة بالطيران الداخلي، حاجات يعني مش عاوز أخوض فيها. فبالتالي حاجات تنظيمية يعني، إن إحنا نعمل المباراة يوم 12، حاجات تنظيمية، فاتفقنا إن إحنا، لكن بعيد برضه أنا بقول بعيد عن حتة إن مدرب طلب والضغط الدولي والكلام ده، لأن أنا هبقى موجود في نفس الوقت ان هيبقى لعيبه منتخب مصر الاول موجوده مع انديتها. تمام. فانا برضه بوجه رساله كابتن حازم، اي مدرب انا اتعاملت معاه قبل كده، والمدربين كلهم لابد يبقى في تعاون برضه مع المنتخب الاولمبي، واحنا برضه بنتعامل بمنطقيه وفي الاوقات اللي فيها منتخب اول. يعني منتخب اول ما فيهاش اي ضغط او فيها تعطيل لاي فرقه، لكن بستغرب ان المدرب يطلب يكلمك يقول لك انا معلش تحجز اللعيبه بتاعتي، ده ما فيهوش منطقيه ولا في وعي. ده حصل يا كابتن؟ الكلام ده كله بعيد طبعا عن الاحتمال. ده حصل يا كابتن حسام، حد كلمك؟ حصل يا كابتن حازم، لكن دون ذكر اسماء يعني. لا ما كلمنيش انا، كلمه ايمن حافظ محدش كلمني انا طبعا، وصلت الرسائل طبعا، فده ما فيهوش منطقيه. بشكرك يا كابتن حسام، وان شاء الله ترجع بالسلامه باذن الله، وان شاء الله وتكمل المباراه على خير باذن الله ان شاء الله.